كم شخص انتم حاليا ساكنين مع بعض بتركمان امبارح من نفس عائلتك؟ 8 اشخاص. من اشخاص في نفس البيت؟ نفس البيت. طيب انت احد المستفيدين من موضوع المشروع المال مقابل العمل، شو رايك بهذا المشروع؟ والله المشروع ناجح، بس كمان حطوا لنا المشروع انه 60 يوم في خلال 3 اشهر، وبنطلب نحن منهم انه يمددوا لنا المشروع اكثر من هيك، لاني الاوضاع ضيقه بحيل. المال مقابل العمل هو احد المشاريع التي استهدفت بها منظمه اكتد بلده تركمان بارح شماليه محافظه حلب. كم هم اعداد المستفيدين؟ ما هي شروط التسجيل؟ كم هي مده المشروع؟ ما هي ايجابيات وسلبيات هذا المشروع؟ هذه من ابرز المحاور التي سنناقشها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا، ولكن في البدايه سنكون معكم في جوله استطلاعيه ومن ثم سنعود اليكم، ابقوا معنا. من وين انت اختي؟ من تل شهر، مدرسه المشات. انت مهجره معناتها لبلده تركيا؟ نعم. طيب موضوع المشاريع الصغيره منظمه اكتد، مثل ما سمعنا انه انت احد المستفيدات من هذا المشروع، ليش نعم. اختيارك؟ اختياري يعني رحت اعمل درس وقبلوني، ضلينا اسبوع دوره. قد ايه استمريت؟ اسبوع. شو علموكم فيها؟ يعني اجبان، شلون بنخطر اللبن، شلون بنخطر الجبنه، شلون بنطلع من الجبنه، هيك يعني علمونا. انت كان عندك خبره سابقه بهذا الموضوع؟ في عنا. طيب ليش كمان تم اختيارك انه لحتى انت تكوني مستفيده بهذا المشروع؟ شو وضعكم بشكل عام؟ كم واحد بيشتغل؟ قد ايه عدد؟ 2 نحن بنشتغل. 2. كم شخص انتم مقيمين بالبيت؟ 10. 10 اشخاص. أيوة. مين ومين عم بيشتغل؟ 2، انا وحماتي. انت وحماتك؟ ايوه. طيب شو رح يقدموا لك ضمن هذا المشروع؟ 1000 دولار. شو الفكره؟ شو منها؟ فكره يعني بنروح نجيب ايش لازمنا، اغراض للاجبان والبان، ايش لازمنا اغراض، نحن بنسجل فواتير وبنعطيهم. برايك انه هذا المبلغ هو بكفيكم لحتى تفتحوا مشاريع صغيره؟ يعني هلا من جهه تكفينا، يعني بكفي، يعني مو بكفينا نسدد يعني طلباتنا يعني كفي. بس يعتبر. طيب الفكره انه طلعوا عليكم كشف، ما طلعوا شو الترتيب؟ شو قدمتوا ثبوتيات للمجلس المحلي؟ قدمنا ثبوتيات لان طلعوا اجوا علينا كشف. واوراق شو قدمتوا لهم؟ اوراق مو عطونا هنيك يعني دوره، بالدوره وعبينا الدفتر وعطينا اياها. طيب الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. عرفنا حالك. ابو عبدو نازح من ادلب، من جبل زيوي، من شنان. نازح على تركمان امبارح. على تركمان امبارح. طيب انت حضرتك احد المستفيدين من يعني مشروع المال مقابل العمل، شو رايك بهذا المشروع؟ والله مشروع كويس، والله يجزيهم كل خير، والحمد لله يعني في افاده لجميع المجتمع، الفقير بشغله، الزنقي مثلا انه الشوارع تنظف كذا، يعني في افاده للكل. قد ايه صار لك انت ضمن هذا المشروع؟ يعني تقريبا صرنا شهرين. صلكم شهرين؟ صرنا شهرين. طيب شو اشتغلتوا بهالشهرين؟ يعني اشتغلنا هلا وين في محل مثلا في حاجه لشغل، مثلا ناقصه بده شغل، مثلا تظبيط شوارع، حدائق، مثلا اي شغله صارت بدها شغل اشتغلناها. طيب نكون صريحين، شو ايجابيات وسلبيات هذا المشروع؟ هلا الايجابيات حكيت عنها، بس شو سلبيات هذا المشروع؟ سلبيات نتمنى انه لو يمددوا لنا اياه، يعني الحمد لله انه في افاده لجميع المجتمع. هو 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 المده اللي حاليا عم تشتغلوا فيها هي قد ايه؟ المده ك ايام مده المشروع قد ايه؟ كم شهر؟ 3 اشهر. 3 اشهر. طيب في خبروكم انه في تجديد ولا ما في تجديد؟ هلا لسه ما خبرونا، مو مبين، بس نتمنى انه على وي يكون في تجديد، بثبت انه الحمد لله افادته كويسه للمجتمع. عرفنا حالك؟ ابو احمد. من وين؟ مضيعه من تركمان. انت احد الاشخاص المستفيدين وعم تشتغل بمشروع المال مقابل العمل. نعم. كيف تم اختيارك وترشيحك لحتى تكون مع الشباب؟ قدمت اوراقي للمجلس ووافقوا لي، ما عندي عمل انا. ايه يعني بين انه انت ما عندك عمل وقدمت لهم اوراق، شو قدمت لهم؟ اوراقي، هويتي واوراقي انه ما عندي عمل ووافقوا لي. طيب انتم كم شخص مقيمين مع بعضكم كعائله؟ 10. 10 اشخاص بنفس البيت؟ نعم. كم واحد منكم بيشتغل، كم واحد ما بيشتغل؟ بس انا. بس انت هلا حاليا عم تشتغل؟ ايه. طيب يعني شو هيك، شو في سلبيات ربما لهذا المشروع، او شو بتتمنى من هذا المشروع؟ بتمنى انه يكون مشروع طويل ونستفيد احسن ايه. طيب اذا كمان حكينا، شو اشتغلتوا بهالفتره؟
اشتغلنا تنظيفات وهيك والى اخره. ايه الله يعطيك العافيه يا رب. الله يسلمك، كثر الله خيرك. عرفنا حالك. عبد الرحمن. من وين؟ من حلب. انت يعني نازح ل او مهجر بالاحرى لتركمان؟ مهجر ظرف الحرب. كم شخص انتم حاليا ساكنين مع بعض بتركمان امبارح من نفس عائلتك؟ 8 اشخاص. من اشخاص في نفس البيت؟ نفس البيت. طيب انت احد المستفيدين من موضوع المشروع المال مقابل العمل، شو رايك بهذا المشروع؟ والله المشروع ناجح، بس كمان حطوا لنا المشروع انه 60 يوم في خلال 3 اشهر، وبنطلب نحن منهم انه يمددوا لنا المشروع اكثر من هيك، لاني الاوضاع ضيقه بحيل. طيب طب شو اختلف عليك الوضع يعني قبل المشروع؟ شو كنت عم تشتغل وهلا حاليا شو اختلف عليك الوضع ما بين قبل المشروع وبعد المشروع؟ والله في اختلافات، يعني قبل كان رواتب يعني ما في شغل تقريبا، وهلا ماشي الحال يعني يعتبر. طيب شو عم تشتغل انت؟ شو اشتغلت هيك مع الشباب؟ والله تنظيف طرق، زرع شجر، حفر جوار شجر، هدول يعني اشتغلنا هون. طيب من ناحية الدوام ومن ناحية الأجور تعتبر جيدة ولا ربما بدها إضافة؟ والله يعني بدها إضافة شوي، لأني 8 أشخاص واليوم 6 دولارات ما بمشي حالها. الله يعطيك العافية، شكرا لك. عرفنا حالك عمو؟ أبو وحيد. من وين؟ نازح من ريف إدليب. طيب أنت كمان أحد الأشخاص المستفيدين من مشروع المال مقابل العمل، شو اشتغلتوا بهذا المشروع؟ والله في تنظيف شوارع، في تنظيف المدارس، في تظبيط في حديقة العامة، في الثانوية الشرعية اشتغلنا، تظبيطات في أمور الشرعية، عدة شغلات، تنظيف شوارع، حدائق عامة، مدارس، هالأمور هاي. طيب شو اختلف عليكم الوضع قبل المشروع ووقت بدي المشروع؟ طبعا قبل المشروع كنا باركين يعني ما في شغل، بعد المشروع صار عنا عمل مقابل المال. في هالأمور هذا بنستفيد نحن وأهل الضيعة كمان بيستفيدوا في هالمشروع هذا. طيب يعني إذا حكينا على موضوع شو في هيك إذا يعني ثغرات أو سلبيات بهذا المشروع برأيك؟ والله سلبيات يعني لا تذكر، بس الإيجابيات كتيري. يعني أول بادي يعني تستفيد أهل القرية من هالمشروع، كمجموعة عمال بتستفيد كمان من خلال الأجر اللي عم ياخذوه من خلال العمل هذا. أجور برأيك هي أجور جيدة، ونفس الوقت موضوع تاني هو موضوع أنه كم شهر يعني كم شهر أنتوا مشروعكم؟ نحن أخذين المشروع 3 أشهر، وبنتمنى يضيفوا هالمشروع لأشهر زيادة، يضيفوا المدة الزمنية. طيب نكون صريحين، يعني أجور المشروع تعتبر جيدة ولا كمان بدها ربما بتتعبوا أكثر من الأجر المقابل بشكل عام؟ والله المفروض يكون الأجر أكثر من هيك، لازم يكون 10 دولار مشان تستفيد هالمجموعات كلياتها ويصير إفادة للقرية كلياتها، بصير الشغل أفضل كمان. يعطيك العافية. حضرتك من وين؟ يعافيك. هلا من هون، من تركمان بارح، من نفس القرية. اي نعم. مشروع المال مقابل العمل منظمة أكتد، أنت قدمت عليه ولا لا؟ والله أنا يعني ما بطبق علي مواصفات بالنسبة للعمر، يعني ما قدمت لهذا السبب. ما قدمت لا. طيب شو رأيك بهيك نوع من المشاريع؟ والله هي المشاريع جيدة، يعني بتخدم القرية وبتخدم الشباب اللي عمال تعمل في هذا العمل، ويعني فائدة للناس جميعا، يعني للقرية وللشباب اللي عمال تعمل. طيب مشروع جيد. طيب أنت شو رأيت فرق بهذا المشروع بالقرية؟ والله لقينا فرق كتير، يعني من خلال النظافة، من خلال الحديقة، من خلال الشوارع، من خلال يعني العمل اللي عمال يشتغلوا فيه كله عمل جيد ومفيد للقرية ومفيد للناس، وكله عمل جيد يعني بكل مواصفاته. الله يعطيك العافية يا رب، شكرا لك. هلا أهلا وسهلا. عارفين حالك أختي؟ أنا عم علي. من وين؟ من تركمان بارح. من تركمان. طب أنت مستفادة من المشاريع الصغيرة منظمة أكتيد؟ شو قدموا لك؟ شو رح يقدموا لك؟ راح يقدموا لي اساس دفع ماليه مشان اقوم بالمشروع يعني اللي كنت انا عندي خبره فيها يعني من سنين. بده يقدموا لي اساس دفع ماليه مشان ابتدي بمشروعي، اشتري عده وابتدي بمشروعي اشتغل فيه. طيب من اول وجديد. شو هو المشروع؟ مشروع البان وعجبان. البان وعجبان. اي طيب ليش تم اختيارك؟ تم اختياري لاني عندي خبره. عندي خبرة هي، ولأني عائلتي كبيرة وما عندي يعني معين، الله المعين بالبيت. عائلتك كبيرة كم فرد يعني؟ 12 شخص. 12 شخص بالبيت. جوزي مريض ما بيشتغل، اولادي يعني عندي اكبر ولدهم يعني بال 16 سنه وما عندي يعني الاستطاعه الماليه بالبيت، وعندي عمي مريض معاق بالبيت. طيب
كيف قدمتي ورائك؟ طلعوا عليكي كشف؟ كيف كان الأمر؟ قدمت ورائي وقدها سجلت اسمي واجوا لعندي كشف وقبلت بهالمشاريع. يعني عدنا إليكم مجددا مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وبعد أن تابعتم الجولة التي قمنا بإعدادها نتابع هذه الحلقة. وفي بدايتها يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ محمد أحمد البركات، رئيس مجلس محلي لبلدة تركمان بارح. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، ضيفا كريما في هذه الحلقة. شكرا لك أستاذ علاء، وشكرا لكل كادر حلب اليوم على تسليط الضوء على أعمال المجالس المحلية، والحقيقة اللي لقينا فيه نتائج إيجابية، مشكورين جدا. شكرا لكم أستاذ محمد. بداية، المال، مشروع المال مقابل العمل، لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. نعم. يعني هي مشاريع نموذجية صراحة. طيب لو تضعنا في صورة المشروع الذي القائم حاليا في بلدة تركمان بارح برعاية منظمة أكتد. سيدي مشكورا حقيقة منظمة أكتد بتقديم هذا المشروع. المشروع كانت نتائجه إيجابية جدا، يعني أولا كان رد الفعل عند العمال أنه هو عمل للقرية، هي مساعدة للقرية، هي تجميل للقرية، هي ترميم لبعض الأمور من شبكات صرف صحي، من أرصفة، من عمل في المساجد، من عمل في المدارس، فكانت نتائجه كتير جيدة. بالتالي هو مردود لـ200 تقريبا شخص عائلة بين النساء وبين الرجال. هذا الحكي حرك السوق، يعني استفاد منه السمان واستفاد، وخاصة للناس اللي ما عندها أعمال يعني. طيب إذا حكينا على موضوع الـ200 شخص، بالتالي هنا 200 عائلة بس، أما بالنسبة للإجمالي ككل يعني هنا بشكل ونسبة ما بتحسوا أنه هي نسبة ضئيلة شوي بالنسبة للأشخاص ربما هم بحاجة لهيك فرص عمل؟ إيه طبعا، نحن حسينا أن النسبة ضئيلة، لكن كان الاختيار يعني من النسبة غير مستفيدة أو غير موظفة أو غير مستفيدة من مشاريع ثانية يعني، لكن بحاجة لأكثر كنا يعني. طيب مين اللي كان المشاركة؟ شو كان دوركم بالمجلس المحلي في تقييم وترشيح الأشخاص؟ كيف تم الترشيح؟ كيف تم التقدم؟ كيف تم الإعلان عن المشروع؟ نعم، تم الإعلان عن المشروع بحيث أنه يتقدموا الغير مستفيدين من السلل الغذائية أو المشروع الكاش أو يعني أي مشروع تاني، فبالتالي بده يكون غير موظف، ما عنده عمل تاني، ما عنده مورد، ما يعني، فكان للعائلات اللي هي أشد حاجة، بالتالي لا يمكن. كمان كان في مواصفات أنه من العائلة ما يكونوا في 2 بحيث يعني يستفيد أكبر عدد من العائلات، يعني جماعة ما عندهم دخل يعني بالنهاية يكونوا ما وكان الاستهداف للمهجرين وللمقيمين يعني. طيب أنتوا كان لكم شي دور بموضوع الترشيح، وأيضا موضوع تاني أنه يعني من ناحية الكشوفات كان لكم دور لهذه المنظمة، كان لها دور بهالشيء؟ لا طبعا في تشاركية بالموضوع. كيف؟ يعني تشاركية بالموضوع، وين بدنا أعمال، وفي عنا صيانات، في عنا صيانات مثلا بدنا بالأرصفة، في عنا تنظيف بالشوارع، في بالريجارات، كان معنا ترميم الدوار، في عنا بدنا بالمساجد، بالمدارس، هاي كلها كشفنا نحن اول منظمه شاركنا فيها وين نحتاج للعمل يعني. طيب بالنسبه للعائلات، موضوع انه تحديدا موضوع العائلات، كيف تم تقييم انه هالعائله محتاجه هالعائله غير محتاجه؟ طبعا نحن خلال بعد تقدم العائلات هي عاد يعني روتين المنظمه، بيطلع كشف على العائله وبصير في تحقق من انه العائله فعلا هي محتاجه، الشخص هذا بدون عمل او من هالعائله في 2 او اكثر، وبالتالي هذا الامر اكل قبل العمل اكل معها شهر شهر ونص تحقق من الجماعه تبلشوا العمل، يعني ما انه والله صار عشوائي، لا صار في تحقق. طيب برايك العدد العائلات المستفيده هل هو كافي ولا كان لازم يكون في عدد اكبر من هيك؟ هلا كان في عدد اكبر يعني لازم تستفيد، عفوا يعني محتاجين عدد اكثر من هيك، لكن اللي تقدم نوعا ما نحن بنعتبره ايجابي للقريه، كونه في فائده من بعض المشاريع الثانيه يعني. طيب الفكره اللي هون المهمه جدا انه خاصه يعني المشروع هو مقسوم لقسمين حسب ما فهمنا، المال مقابل العمل وايضا المشاريع الصغيره، حطنا يعني في ضوء الشرح عنها. هلا بالنسبه للمال مقابل العمل تقدم للكل. ومن ثم اختير من النساء 40 امرأة. طبعا المال مقابل العمل بده يكون في عند الامرأة يعني نوع من الخبرة في الأجبان، في الألبان، بالخياطة، بالكوافيرة،
يعني انه عشان يقدموا له مشروع صغير، فتم اختيار 40 امراه، وتقريبا هي راح تكون المشروع يعني راح يقدم دخل مستمر لهالعائله هي. طيب كيف تم الاعلان عن المشروع؟ هل كلهم وصلوا الخبر ولا كيف؟ لا، تم الاعلان بشكل اعلان رسمي، التصق جنب المساجد، جنب المدارس، في الساحات العامه، وتقدموا الاخوات، وبالتالي صار في يعني اختيار 40 اخت من هذول عندن مهن يعني. اما يعني مشروع صغير ما بيتقدم لاي انسان ما عنده مهنه يعني. طيب شو هي المعايير والضوابط الاساسيه لهذا لحتى الشخص يكون مقبول بهذا المشروع؟ هلا المعايير بده يكون مثلا فرضنا واحده قدمت على مشروع خياطه، بده تكون هي خياطه بالاجبان والالبان، بده يكون عندها معرفه، عندها مثلا مورد، فرضنا يعني ما بنقرا بده يسوي اجبان والبان، يعني عندها حاويه بقره بدها تسوي منها جبن لبن، بحاجه لحلابه، بحاجه لطاقه شمسيه، بحاجه يعني. فهو تقديم المشروع يمكن حتى ما يقارب ال $700 $700 بحيث انه هالانسان هي تكتفي من هالمورد هذا يعني للعائله يعني. طيب اذا دخلنا على موضوع اراء الشارع والاشخاص اللي عملنا مع مقابلات، طبعا في عشوائيه يعني، كان في نسبه كبيره منهم يعني دمج بين اشخاص نازحين ومهجرين وايضا اهالي هالبلده الكريمه. اذا حكينا عن الموضوع هنن عم بيقولوا انه 60 يوم بخلال 3 اشهر، مع انه 3 اشهر يعني يعتبرهم 90 يوم، ولكن في عطل كثيره في كذا. وايضا عم بيحكوا على موضوع تمديد العقد، انه هو 3 اشهر وطالبوا بتمديده اكثر، هل ممكن هالشيء ولا لا؟ صحيح، هو هو من 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 سلبياته، من سلبيات العمل مقابل المال، انه بيعطلوا يومين بالاسبوع. بيعطلوا يومين بالاسبوع، وبالتالي اذا اجت عطله رسميه كمان بيعطلوا، فهو اعتبار يوميات مو اعتبار شهريات. فالعمل مقابل المال يعتبر يوميات. طبعا نحن طالبين التمديد لانه تركمان بارح منطقه واسعه ما بيكفي، وعطل كثير، الفتره الزمنيه هي قليله بالنسبه للعمل بالنسبه لنا. صحيح. طيب من ناحيه المشروع بشكل عام، التركمان بس هي مركز البلد المستفاد من هذا المشروع ولا ايضا القرى والمزارع التابعه لها؟ لا طبعا هو المشروع عام، لكن هذا المشروع ال 200 مخصص لتركمان بارا، وبالتالي حاليا نفس الوقت في عندنا بالعزيزيه وبالغرب بالقرى اللي التابعه موجود نفس المشروع راح يبلشوا فيه العمل تلقي بعد تركمان بارا. في عندنا العزيزيه الغيلانيه بوزدبه وحورته، لكن كل عمل منفصل، يعني اهل القريه هن اللي بده يعملوا بقريتهم، فبالتالي المشاريع موزعه لكن كل بلده مستقله. يعني ما بيصير المشروع بتركمان بارا يكون عم يشتغل واحد فيه من غير قريه تابعه لتركمان بارا، لكن في له مشروع مستقل هذا. طيب مشروع انه الاجور هي $6 باليوم يوميا مثل ما انت بتقول، كمان حكيت ناس انه انا مثلا ربما عندي 8 افراد او 10 افراد او حتى 11 فرد، ممكن انتم بشكل او باخر تتفقوا مع المنظمه لزياده نسبه الدفع؟ هلا نحن في قوانين للمنظمات بنحترمها، يعني ما دائما نحن بنكون اصحاب القرار في هيك موضوع. يعني المنظمة عندها حدود للعامل، عندها حدود للحرفي. هلا $6 للعامل، أما الحرفي أو المشرف أو الكذا فلذلك تتفاوت يعني بالسبعة، سبعة ونص $8. كيف تتفوت. الحرفي كيف؟ يعني الحرفي حداد، تمام، معلم، صاحب مصلحة، التمديد الصحية، نجار، هالأمور هي بنحتاجها يعني، مليس، يعني كلها هي بتاخذ أجور زيادة شوي. طيب هلا احنا شفنا انه بالشارع في عمليات رصف، في عمليات دهين، في عمليات خلينا نسمي اعاده تاهيل بالحدائق كذا. نعم. هلا المنظمه هي الاكتد، هي عم تدفع الاجور. طب موضوع اللوجستيات كمان هي اللي بتغطيهم؟ هلا بتغطي بعض اللوجستيات، هي ما بتصير تغطي كل اللوجستيات، لكن يعني اليوم انا قدمت هي مثلا 400 شجره وانا بحاجه ل 500 شجره، هي الى عدد محدود، فانا ممكن يعني انا دخلت مثلا شجر جوز هي جابت لي شجر من هي الانواع اللي بسموها زنزلخت او بسموها الشمسيه. ايه ف انا دخلت بعض الاشجار هن ما قالن يعني اني يد فيها. في بعض انا بحتاجها لترقيع طرق، هن مثلا قدموا لي من 100 متر بحص، انا بدي 150 متر. ففي تقديم من عندنا يعني، لوجستيات ما هي كامله من عندنا، اما قدموا لوجستيات الجماعه يعني. ونفس الوقت انا بدفع اجور العمال. اجور العمال اللي عم بدفعوا. طيب كيف لقيت راي الاهالي؟ هن راضيين ولا قلت لك ربما بالايام يتطور العمل اكثر تستمر مده المشروع؟ انتم شو لكم، عندكم شيء دور او لكم دور من ناحيه تحديدا تمديد المشروع انه بدل 3 اشهر يصير 6 او يصير فتره اطول؟
هلا نحن دورنا فقط بالطلب، يعني احنا بنطلب من المنظمه وبنعرض من المنظمه والمنظمه بتعرض للدعم. لكن يعني نحن شفنا رده فعل جيده يعني عند الاهالي، كل واحد بيتمنى الارضاء كامل، هذا صعب يعني. لكن الحقيقه يعني صرنا نلاحظ عند السمان، وصرنا نلاحظ عند اي محل كان او محل الفحم، صار السوق تحرك. يعني اليوم لما دخلوا 200 عامل، ال 200 عامل بيعرف بعد 20 يوم في عنده اجار، فكان دائما لاحظت انه المحلات قالوا لي يا اخي اشتغلنا، يعني يعني حسيت انه صار في حركه بالبلد، حتى المحلات التجاريه اختلف وضعها. يعني حتى احد الاشخاص قال انه انا كان علي دين وهلا كمان عم بوفي ديني، وبالتالي الحمد لله يعني صحيح هذا موجود. فالمردود هو عام يعني، قد يجوز هو ما اشتغل بالعمل مقابل المال، لكن كصاحب محل استفاد. حتى كمان احد المواطنين حكى انه الحديقه اللي قدام بيتي ربما كانت هي شبه مهجوره او كذا، لا حاليا صار لها ترميم، صار لها تشجير، تم الاستفاده منها. طبعا يعني المشروع له نتائج يعني حتى اثر بعيد يعني. يعني هذا اليوم مشروع ترميم الحديقه، انا صرت افكر بمقاهي، صرت افكر بالعاب اطفال، صرت افكر يعني. فالمشاريع لها كلها اثر بعيد لسه، يعني مو انه والله المشروع هذا قام نحن يعني بس تنسوي حديقه، لا احنا خلصنا من الحديقه. فشكرا، هو عبارة عن تأسيس لمراحل قادمة إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذ محمد، شو بتحب تحكيها أو توجهها عبر قناة حلب اليوم، سواء بالنسبة لأنواعك مشاريع أو احتياجاتكم أنتم بشكل عام كمجلس؟ والله أكو حال مشكورة، يعني قلنا مشكورين أنتم على تسليط الضوء، لكن بالنسبة للمنظمات نتمنى من كافة المنظمات التفكير بالمشاريع اللي هي بتدر يعني مادة للشخص، بدون ما أنه والله نسعى لموضوع الإغاثة، يعني نعطيه إغاثة. لا، اليوم العامل عم يشتغل، يعني هذا هيك نوع من المشاريع نعتبره يعني مشروع إنساني بحت. يعني مثل ما حكينا بالبداية أنه لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. شكرا لك أستاذ محمد، ضيفا كريما في هذه الحلقة. شكرا. العفو، مشكورين جدا، الله يبارك فيك أستاذ. شكرا. شكرا لك مشاهدينا، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج قضايا. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الأستاذ محمد أحمد البركات، رئيس المجلس المحلي لبلدة تركمان بارح، والشكر موصول إليكم لحسن إصغائكم ومتابعتكم. يمكنكم متابعة مزيد من الحلقات من برنامج قضايا على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة. ومن هنا إلى نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.